بكره موعدنا. ها موعد شو ابن عمي؟ شو هالمصاري؟ بدي روح انا اجيبهم؟ والله لا انا بدي روح. ايه ان شاء الله يعطيك اياهم لحتى تفك دقيقتك. بس ما عنه بدي يعطيني اياهم، بس صار ماي بدي يعطيني اياهم. ايه لك وفوق هذا كله اللعنة بالدكان. ايه معلش معلش، يعطيك العافية على صمتي. شو يعطيك العافية؟ شو ما سمعت؟ لا ما سمعت، بس شو يعني روح ضل روح غب لك كم ساعة ورجع بيت هون بالبيت. يلا الله يخليك ياكي. طبعا شكلك ما حلو قلتي لي هلا للوفاة، اختي اللي فيها لازم نهدها وانا لا توصلنا لحد المشرق.